في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على لاكارت سون، الدور ديالها، الاهميه ديالها الكبيره في واحد الوقت اللي هو وجيز بزاف، وهذا الشيء كامل انطلاقا من البحث والتجربه ديالي المتواضعه، وتبازيت بزاف على الاسئله اللي خليتوا ليا في الانستغرام بخصوص هذا الموضوع هذا. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كنبغي نشكر جازكو حيت سبونسوريزاو هذا الفيديو، واللي صيفطوا لينا جوج من اغرب لاكارت سون اللي شفت في حياتي كامله. هذا الصوت كتسمعوا به دابا هو الصوت ديال المونستر ريزيدنت ايفل 9. وهاد لاكارت سون فيها حتى واحد لاطوتين دو باز اللي ما تقدرش تعتمد عليه 100%، ولكن كيعاونك باش توصل لشي بلايص اللي ما يقدرش يوصل لهم الصوت ديالك بحالك كمثلا. ياك تبغي دير ستريم اولا بودكاست وبغيتي تضحك هذوك خوتنا اللي معاك تقدر تعاود لهم شي نكته بحال هذه مثلا. قال لك هذا واحد الباتري كتشارجا وبلا ما تحتاج تبرونشيها مع البيسي ولا شي بلان كتشعل وكلشي. فهم الميزه ديال البلوتوث كيف ما كتشوفوا معايا هنا، كاين واحد الكابل اخر يمكن لك تكونيكتيه من الكارت سون للتليفون، يعني داير ستوري بالتليفون والكارت الصوت داخله بالميكرو. الفرق بين هاد جوج ديال الكارت سون كاين على مستوى الثمن، لا كاليتي، وحتى ديك اللعيبه ديال لوطوتين، يعني هذيك البيضه فيها لوطوتين، هذه ما فيهاش ديك اللعيبه ديال لوطوتين. بغيتو تعرفوا معلومات اكثر على هاد الكارت سون اللي وريتكم غتلقاو لي ليان كاملين في الديسكريبسيون. من اهم الادوار ديال الكارت سون هي انها كتخلي الميكرو يخدم بواحد الكفاءه اللي هي كبيره، وهادشي كامل من خلال الطاقه او الجهد الكهربائي او واحد فولتاج اللي كتوفروا الميكرو باش كيخدم على احسن وجه. بحال مثلا هذا الميكرو قدامكم كيحتاج ل 48 فولت باش يخدم. وهكا غادي نستنتجوا ان لاكارت سون كتعاون انها تزيد الكاليتي ديال الصوت، لان كاع البيسيت كتكون فيهم واحد لاكارت سون اللي هي باغ ديفو كتكون انترن وداك الشيء، ولكن الكاباسيتي ديالها محدوده بزاف وما غاديش تعاونك باش تخرج الكاليتي من المايك اللي عندك وبزاف ديال الامور اخر. من اهم الادوار ديال لاكارت سون هي انها كتكونفيرتي لنا السينيال من انالوغ لديجيتال ومن ديجيتال الانالوغ. ومن اهم الادوار ديال لاكارت سون عاوتاني هي انها هي الرابط بين داك المعدات كاملين اللي عندك وما بين البيسي. باغ اكزومبل شريتي واحد البيفان اللي هما بروفيسيونال كيكون فيهم واحد الجاك لي غليظ، وداك الجاك لي غليظ ما تقدرش تخشيه في البيسي، خصك تخشيه في الكارت سون باش من الكارت سون كيدوز للبيسي. ونفس الشيء بالنسبه للمايك اللي كيكونوا في الاستوديو حتى ما تيكونوش يو اس بي، كيدوزوا من لاكارت سون، عاد لاكارت سون كيدوز واحد الكابل يو اس بي من هالبيسي وكتربط هذا الشيء كامل. وحتى بالنسبه للناس اللي كيبغيو يسجلوا الصوت ديال الجيتار بواحد الجوده اللي هي طالعه، يعني بلا ما يسجلوه بمايك ولعيبات، كيكون واحد الكابل ميدي كيجي من الجيتار وكيدوز لكارت سون، وهكا كيتسجل الصوت ديال الجيتار بلا ميكروفون بلا حتى شي حاجه والات اخرى ماشي غير الجيتار. ودابا ندوز باش نهضر على واحد النقطه اللي هي حصريه وما عمرها شي واحد هضر عليها صراحه، هي ان الكارت سون كتعاون لي البيسي ديالي او البروسيسور ديالي الا كان هي شويه. وهاد النقطه غادي انطلاقا من النقطه ديال السامبل ريت، فاش كتكونيكت اللوجيسيال مع الدرايفر ديال الكارت سون كيكون عندك واحد الحدود اكثر في السامبل ريت، يعني فاش كتبغي تسجل غير الصوت ديالك كتنقص من داك السامبل ريت بزاف باش ان الصوت التسجيل ديالك ما تيكونش مديكالي، ولكن فاش كتبغي تخدم الميكساج انت ما كيكونش عندك غرض بالتسجيل وداك الشيء كامل، وكيمشي البيسي ديالك حتى كيبدا يلاقي ولا شي بلان بحال هكا، ما عليك الا تزيد في داك السامبل ريت بزاف وغتلاحظ بلي البيسي ديالك ما بقاش تيلاقي، ولات واحد الكاباسيتي كثر في البيسي ديالك باش انك تميكسي بلا لاق بلا حتى شي لعيب. وهادشي بطبيعه الحال في الميكساج ولا في الكومبوزيسيون ولا في اي بروجي ديال الصوت. الوغ فاش تبغي تشري لاكارت سون من اهم الحوايج اللي خاصك تشوفهم هو علاش انت اصلا محتاج لهذيك لاكارت سون. باغ اكزومبل الا كنتي كدير بودكاست اولا مثلا كدير ستريمينغ اولا غير كيعجبك داك التيم ديال الجيمينغ وتبقى خالقه مع صحابك وتطلق عليهم اصوات ولعيبات وتضحكوا وكذا، لاكارت سون اللي غادي تليق لك في هذه الحاله هي لاكارت سون ديال البودكاست والستريمينغ بحال هذيك اللي دويت عليها في الاول ديال الفيديو. ولا كان عندك هوم ستوديو كنت يلاه بادي، من اهم الحوايج اللي خاصك تشوفهم في لاكارت سون هي الريزوليسيون ديالها، ومن افضل الريزوليسيون اللي كاينين دابا في السوق بحال هذه باغ اكزومبل. الا كنتي من النوع اللي كيتحرك بزاف وباغي يبقى يهز مع هذيك لاكارت سون في اي بلاصه ولا لعيبات، خاصك تشوف شي كارت سون اللي داك الحديد ديالها تيكون ماشي زجاجي كيبقى يتشرد دغيا وتيخسر دغيا وتمشي ليه الديكور. ويلا كنتي كتخدم بزاف ديال لي بروجي وكذا غيخصك فريمون تشوف شي كارسون اللي ما ديرش لك ستريس، كارسون اللي الكونترول ديالها فريمون ساهل وكل بوطونه كاينه في بلاصتها، وكدير الرق كينقص الصوت، كدير الرق كيتزاد الصوت، وكتعطيك هذاك الشيء اكزاكت واللعيبات، هذه هي اللي غادي تليق لك في هذا الحال. الاثمنه ديال هاد لي كارسون كيختلفوا من وحده لوحده على حساب لا كاليتي وعلى حساب كل وحده والليميت اللي فيها. الا حسيتي بهذا الفيديو متعك او لفادك او زادك غير بشي معلومه ولا شي بلان، كنتمنى انك تسيبورتيني بشي كلمه زوينه في الكومونتيرات، تخلي ليا لايك، ولا شي صاحبك باغي يشري كارت سون صيفط ليه هذا الفيديو. كان معكم كابريم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بيس.